حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد النائب عن محافظة وسط باسم الغرباوي أن نواب وسط وجنوب العراق لن يصوتوا على الموازنة العامة للعام 2023 ما لم تحصل زيادة على تخصيصات محافظاتهم. وقال النائب باسم الغرباوي إن تخصيص 2.5 تريليون دينار فقط ل15 محافظة في الموازنة أمر غير مقبول، مضيفا أن محافظة وسط كسائر محافظات الوسط والجنوب لكنها لها خصوصية بكونها محافظة زراعية ونفطية تحتاج إلى الاستثمار في هذين المجالين إضافة إلى الخدمات العامة. كشف خبراء اقتصاديون عن رصد 345 مليار دينار ضمن موازنة 2023 لانتخاب مجالس المحافظات، مشيرين إلى أن هذه المجالس سبق وأن أثبتت فشلها اقتصادياً وخدمياً. وقال الخبراء إن نفقات انتخابات مجالس المحافظات في موازنة 2023 بلغت 345 مليار دينار دون إضافة رواتب المجالس ورواتب حماياتها ونفقات الوقود والسيارات وغير ذلك، مع أن مجالس المحافظات أثبتت عملياً فشلها، مؤكدين أن هذه المجالس كانت أحد أسباب تردي الواقع الاقتصادي والخدمي في العراق. قالت لجنة التعليم العالي النيابية إن الأموال المخصصة لوزارة التعليم العالي في قانون الموازنة غير كافية، مؤكدة حاجة الوزارة إلى 5 تريليونات دينار. وبحسب عضو اللجنة فراس المسلماوي فإن المبلغ المالي المخصص لوزارة التعليم في قانون الموازنة بلغ 2.5 تريليون دينار، وهي موازنة خجولة لا تتناسب مع مدخلات ومخرجات التعليم، مشيرا إلى أن قيمة العجز المالي لدى الوزارة بلغت 2.5 تريليون دينار. أعلنت منظمة أوبك انخفاض إنتاج الدول الأعضاء 13 في نيسان الماضي بمقدار 191 ألف برميل يومياً ليصل إلى 28,603,000 برميل مقارنة بشهر آذار الماضي، وذلك بعد انخفاض إنتاج العراق ونيجيريا من الخام. وأفاد التقرير الذي أصدرته أوبك أن أكبر الانخفاضات جاءت أولاً من العراق، إذ انخفض الإنتاج النفطي بنحو 203,000 برميل يومياً ليصل إلى 4,139,000 برميل بعد أن كان 4,342,000 برميل في آذار الماضي. وأشار التقرير إلى أن أكثر الدول ارتفاعاً في إنتاجها النفطي لشهر نيسان الماضي كانت السعودية بارتفاع بلغ 95,000 برميل يومياً، تلتها أنغولا ثم فنزويلا. وفي خبرنا الأخير، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً لتصل إلى 73 دولاراً و74 سنتا للبرميل الواحد. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا لتصل إلى 79 دولارا و67 سنتا للبرميل الواحد. وفي الأسبوع الماضي انخفض الخامان لرابع أسبوع على التوالي، وهي أطول مدة في التراجع، متصلة على أساس أسبوعي منذ شهر أيلول من العام الماضي بفعل مخاوف من دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود بسبب وجود احتمال كبير لتخلف تاريخي عن سداد الدين. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.